أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالات هاتفية مع كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه خلال هذه الاتصالات تم تأكيد رفض التصعيد في ليبيا من قبل تركيا وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في البلاد بما يخالف القانون الدولي، فضلا عن أهمية العمل للحفاظ على فرص التوصل إلى حل سياسي من خلال عملية برلين.